لا شك أن علاقة الشراكة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن تمثل محورا مهما في هذه السياسة وفي هذا المسار، وهي علاقة ليست على حساب علاقات كل من هذه الدول مع شركائها الآخرين، وإنما هي في طول المصالح الإقليمية والعلاقات الأخرى. هكذا تتكامل المسارات. العراق يبتعد كليا عن الاستقطابات في تحالفات الإقليمية والدولية، ويسعى أن ينفتح على جميع الشركاء. لا شك أن علاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي علاقات قوية ورصينة، تتكامل مع علاقتنا مع مصر والأردن، ونتمنى بعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية وإلى أخذ مساراتها أن نشهد تعاونا وثيقا مع الجارة سوريا ولبنان، وهكذا تتكامل كل هذه المسارات مع بعضها.